غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. ألو. سلام. سلام ونعمة. سلام ونعمة. معك أبو مريم من أمريكا، دير وكنيسة الأمير تدرس المشرقي. أيوة. ربي يباركك ويبارك تعب محبتك. ممكن ناخد بركة بس وأعرف لما أتكلم مع مين حضرتك؟ حضرتك من الآباء؟ أنا أبونا أنطون مع حضرتك. أبونا أنطون، ربي يباركك ويبارك تعب محبتك. لأن حضرتك بخير. شكرا. شكرا. مين معايا حضرتك؟ أنا اسمي اسمي أبو مريم وبتكلم من أمريكا. أبو مريم من أستاذ مين يعني؟ لا حضرتك ما تعرفنيش يا فندم، أنا اسمي، أنا بنتي اسمها مريم، وأنا يعني بحب بنتي يعني، فاسمي أبو مريم. عاوز اسمي؟ أهلا وسهلا. لو تحب اسمي ادانا اديهولك، ما عندي أي مشكلة يعني. أخد بركة. طيب الشرف. أنا أبونا معاك يعني، أبونا أنطون كان الكنيسة، وأتشرف بحضرتك باسمك يعني، أخد البركة. لا بالعكس، ده البركه لنا احنا، نتشرف بيك يا سعاده الاب الفاضل. مع حضرتك وسام عبد الله. وسام عبد الله. شكرا. انا وسام، ربنا يخليك. لا وسام، وسام شرفت بحضرتك، تحت امرك وامرني. وسام مش اسامه، وسام. وسام. ايوه وسام عبد الله. انا ما اعرفش ليه حضراتكم بتقول وسام بتبقى وسامه، مش عارف ليه. وسام. ما سمعتهاش كويس صدقني، بعتذر. لا. بعتذر. لا حضرتك مصري ولا من دولة أخرى؟ لا أنا أمريكا حضرتك، بس بتكلم اللغة العربية يعني. أهلا بيك. أهلا بيك، الرب يباركك ويبارك. أبونا أنطوان كان عندي استفسار، في إمكانية ولا فيش؟ تحت أمرك. نعم عليك ظالم يا فندم. حضرتك بالنسبة لقصة كيف مات يهوذا الإسخريوطي، القصة موجودة في إنجيل متى الاصحاح 27 وفي اعمال الرسل الاصحاح الاول، ولكن في اختلافات بينها بين القصتين. فمثلا في انجيل متى ندم، اعمال الرسل لم يندم. انجيل متى رد الفلوس، اعمال الرسل لم يرد الفلوس. انجيل متى انتحر، اعمال الرسل مات من الطبيعي. انجيل متى الذي اشترى الحق لرؤساء الكهنه، اعمال الرسل اللي اشترى الحق هو نفسه يهوذا الاسخريوطي. ولذلك ابونا متى المسكين عندما فسر هذا الكلام في سفر الأعمال، سفر أعمال الرسل صفحة 144، يقول: وقد جرت محاولات للتوفيق ما بين النصين القديس متى والقديس لوقا، ولا داعي للدخول في تفاصيل لغوية دقيقة ومتعبة، خاصة بأن القصة بجملتها مقرفة. ممكن حضرتك تراجع تفسير الأب متى المسكين سفر أعمال الرسل صفحة 144. القصة إيه؟ القصة بجملتها مقرفة. مش أنا اللي بقول كده، الأب متى المسكين تفسير أعمال الرسل صفحة 144. أعيد لك الكلام. الأب متى المسكين بعد ما قال الكلام اللي أنا قلت لحضرتك الاختلافات، قال: وقد جرت محاولات للتوفيق بين النصين للقديس متى والقديس. حضرتك معلش، أنت بتسألني أسئلة اختلافات في الكتاب، أنا توقعت سؤال تاني. الوقت يعني هل مثلا أنا ما عنديش وقت مجال إن أدخل في تفسيرات ولا الحاجات دي في الوقت الحالي، تمام؟ يعني ممكن تسألك للتعارف لأهلا وسهلا، غير كده هيبقى عايز متسع من الوقت الكلام ده يعني. تمام؟ سعادة الأب أنطوان الفاضل، موضوع التعارف ممكن عن طريق الإنترنت. حضرتك أب كاهن كنيسة، والكتاب بيقول كونوا مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسأل. ماشي، مستعدين، مستعدين في الوقت المناسب حضرتك. أنا عندي جداز بعد كم ساعة. لا متأكد. أنا عندي جداز بعد كم ساعة وتليفوني رن، فلازم أرد. تمام. ابونا انطوان، اكتب لي حضرتك، اكتب لي يا سعاده الاب انطوان، اللي انت بتقوله بيخالف النص. كونوا دائما دائما مستعدين لمجاوبه، دائما مش وقت مناسب، دائما لمجاوبه كل من يسالكم عن سبب الرجاء لديكم. الكتاب بيقول اكرز بالكلمه، اعقف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. الكتاب بيقول اكرزوا بالانجيل للخليقة كلها. يسوع يقول: من ينكرني امام ينكر امدادي الذي في السماوات. بولس يقول: ان كنا ننكره فسوف ينكرنا. الكتاب بيقول: من فمك ادينك العبد الروش. انت حضرتك بتتكلم في ايه حضرتك؟ الكتاب بيقول دائما دائما ما فيش وقت مناسب. سيد الفاضل، سيد الفاضل، سيد الفاضل، انت عارف ان انا دلوقتي عندي ايه وظروف ايه ووقت ايه؟
ايه المشكلة يا فندم؟ ايه هل المشكلة؟ انت عارف انت حضرتك قلت كلام محتك، كلام بصراحة غريب جدا على اب وكاهن، بتقول لي للتعارف، تعرف ايه؟ طب ما ندخل برنامج البلطوك واتعرف على الناس، وادخل غرفة مثلا غرفة حوار الاسلام المسيحي واعمل واتعرف على الناس واتكلم كده. احنا مش داخلين نتعرف على بعض، انا بسأل راعي كنيسة المفروض عندما يكون عندي سؤال في المسيحية اسأل راعي كنيسة. قفل التليفون. كان معانا لواء مباشرة الان، حي الله الاحبة جميعا. بقول لك للتعارف، الكاهن بيقول للتعارف، بيقول لك تليفون تسألني للتعارف. كان معانا لواء مباشرة الان الاب انطوان هو راعي دير وكنيسة الامير تدرس المشرقي بدير ريفا اسيوط. الاب انطوان راعي دير وكنيسة الامير تدرس المشرقي بدير ريفا اسيوط. مع تحيات اخوانكم في غرفة الحوار الاسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوغ. الحمد لله الله أكبر تكبير كل فرد مسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدره جل قدره. لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.